ناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي. وخلال الجلسة أكد الأعضاء أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الإنتاج الزراعي لتحقيق 3 أهداف، هي تحسين الإنتاجية وضمان استدامة الإنتاج الزراعي وتحقيق العائد منها باعتباره نشاطا استثماريا. جلسة جديدة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وصل خلالها مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. الجلسة شهدت مناقشة طلب مقدم من أحد أعضاء المجلس لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي. أؤكد على أهمية استخدام الأساليب الحديثة في الزراعة والتي تعتمد على التكنولوجيا لمواجهة التحديات الجسيمة التي نتعرض لها جميعا الآن، ويأتي على رأسها التغيرات المناخية والتي تهدد الاستدامة الزراعية في ظل الزيادة السكانية المضطردة الحقيقة والتي تعاني منها مصر الآن، في مقابل محدودية مصادر المياه وأيضا محدودية الأراضي الزراعية المتاحة للزراعة. خلال عام 23 فقط عانى أكثر من 45 مليون عانوا من مواجهة خطر المجاعة في أكثر من 37 دولة، وأكثر من نصف مليون يعانون من سوء تغذية، نصف مليار عفوا يعانون من سوء تغذية. كل هذه تحديات عالمية ولا ننفصل عنها في مصر، تتطلب ان احنا نساهم بشكل كبير جدا في توظيف التكنولوجيا علشان نقدر ان احنا يعني نساهم في مضاعفة الانتاجية. وخلال الجلسة دعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الحكومة والبنك الزراعي المصري الى دعم الفلاح في مجال الميكنة الزراعية. الحكومة من جانبها أكدت العمل على تطبيق السبل التكنولوجية الحديثة في تعزيز الإنتاج الزراعي وحوكمة التعاملات الزراعية، وأشارت إلى أن كارت الفلاح خلق قاعدة بيانات محدثة ودقيقة للوضع الزراعي في مصر. وفي نهاية الجلسة قرر المجلس إحالة موضوع طلب المناقشة العامة وتعقيب النواب ورد ممثلي الحكومة إلى لجنة الزراعة والري للدراسة وإعداد تقرير بشأنه.